لقاو بلي من بعد ما قال داكشي رونالدو كوكا خسرات 4 مليار تاع الدولار. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. سميتي عثمان، ماركتور فوتوغرافر فيلم ميكر، وفي هذا الفيديو غندوي على الامباكت تاع داكشي اللي دار رونالدو في لا كونفيرونس دو بريس على كوكا كولا. مشينا. إذا كنتم متابعين شويه الاكتواليتي لابد تكونوا شفتوا هذا الفيديو. كوكاكولا فهاد لا كونفيرونس دو بريس رونالدو حيد القراعي تاع كوكا اللي قدامه، هز قرعه الماء وقال لهم الماء ماشي كوكا. نهار من بعد العالم تسطى، وبدات هاد التسطيه من عند جورنال ماركا اللي قال بعد ما اناليزاو الكور تاع لاكسيون تاع كوكا في نيويورك، لقاو بلي من بعد ما قال داكشي رونالدو كوكا خسرات 4 مليار تاع الدولار. ومن تما شفنا لي سيت انترنيت وجورنالات كيجدوا هاد المعلومه وكيخرجوها منين ما كان، دي تيتغ بحال راجل واحد قدر يطيح ملتي ناسيونال كبيره، ولا عاوتاني دي زاجونس تاع لي زانفلونسور تيطلبوا ان البلاصه تاع لي زانفلونسور تكبر في البيدجيت تاع الشركات حيت عندهم امباكت كبير عليهم. حتى ولينا كنلقاو دي ميديا معقولين بحال دي غواردين تيديروا دي زارتيكل وكيعاودوا فيهم ديك الانفو. يعني واش هادشي بصح؟ انترنت تيبقى انترنت، كان عند الناس العاديين شوف تي في ولا البروفيسيونيل تاع جورناليزم بعد المرات كيقلبوا على البوز اكثر من الصحافه. وهادشي اللي طرا. اجي نشوفوا القصه تاع شناهي هاد 4 مليار اللي طاحت من كوكا. الان جوان 2021 كوكا كولا سالت لاسمين تاعها في لابورس تاع نيويورك باكسيون دايره 56.16 بواحد القيمه كليه ديال 242 مليار دولار. نهار الاثنين لاكسيون تاع كوكا طاحت ب 1.6% ولات دايره 55.26 دولار، القيمه الكليه ديال 238 مليار دولار. يعني مشات لهم 4 مليار من القيمه الكليه تاعهم من لا كلوتور الجمعه حتى نهار الاثنين. ولكن واش هادشي بسبب رونالدو؟ لا، فورز ماجازين رجعوا يديروا الاناليست تاع لابورس تاع نيويورك بحال داكشي اللي كانوا قالوا داروه ماركا، ولكن هما لقاو سوايع تاع كل ايفينمون باش يعرفوا واش كاينه علاقه بيناتهم. وديزولي للناس اللي كانوا كيتخيلوا ان شي واحد مشهور يقدر يطيح ملتي ناسيونال كبيره بحال هادي. الكور تاع لاكسيون طاح في 49 دقيقه، ورونالدو دار هذاك الجست تاعو في 43 دقيقه. وهي باش هذوك 3 دقائق اللي تحابينهم طيحوا كوكا عطاو اكثر تاع الاشهار من كلشي داكشي اللي كانت كتمناه من داك سبونسورين. هي باش من بعد ما تعرفات هذه المعلومه لي ميديا اللي عندهم ايماج بروفيسيونيل بحال ذا غواردين سوبريماو لارتيكل ديالهم من السيت، ولكن باقي تقدروا تلقاو التيتغ تاعو في لي ريشيرش تاع جوجل. حيت في الاخر فاش كتقلب مزيان تتفهم علاش طاحت لاكسيون تاع كوكا. اول حاجه داك الصباح كان المارشي كامل طايح ماشي غير كوكا، ومن غير هادشي كاينه واحد العمليه في المارشي بورسي تتسمى اكس ديفيدوند، هو واحد المونطون بلوكي وهو اللي كيتحسبوا عليه الفلوس اللي غياخذوهم الناس اللي عندهم لي زاكسيون. هاد المونطون كيبقى فيكس قبل ما الناس ياخذوا فلوسهم، وفاش كياخذوهم تيت اكتواليزا وكيرجع يتبع المارشي. هاد العام نهار تاع ديستريبيوشن تاع لي ديفيدوند كان معروف مهدي بزاف تاع الشهره، وهو لو 14 جوان 2021 نهار اللي دوا رونالدو. يعني كلشي هادشي كيتفسر بالمارشي اللي كان طايح على باز ولاكتواليزاسيون تاع الكور تاع المارشي من بعد ديستريبيوشن تاع لي ديفيدوند. هادو بجوج هما اللي قبل ما يدوا رونالدو كانوا طيحوا المارشي ماشي داكشي اللي دار. حيت ما ننساوش بلي رونالدو مشهور، رونالدو تيلعب مزيان، رونالدو تيجري، ولكن هو ماشي احسن واحد يقول لنا كوكا ما مزياناش. ايوا والله رجع قراعي لبلاصتو هكاك. هادشي اللي كاين في الفيديو تنتمنى تكون فهمتكم اكثر. هادشي اللي طرا هاد الايامات اللي عزيز عليه رونالدو ما حملش داكشي اللي قلت ليه ما ينساش يعايرني في كومونتير، واللي عجباتو الفيديو ما ينساش يدير جيم وبارطاج. بحال ديما ما تنساوش تابوني ولا ما كنتوش ابوني، وحنا نتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس.